أهلا بكم. سنتحدث اليوم عن سمكة العين الفقاعية. سمكة العين الفقاعية هي نوع مهجن من سمك الدروب، أي السمك الذهبي. تبدأ الفقاعة في الظهور لدى هذه السمكة وهي في عمر 6 أشهر، وتكتمل عندما تصل السمكة إلى عمر 2. وتصبح الفقاعات كبيرة جدا، وتمتلئ الفقاعة بالماء وتسبب مشكلة للسمكة في الرؤية. كما أن من السهل جدا لهذا الكيس أن يهتر بسهولة، وتكون عملية الالتئام بطيئة جدا أو قد لا يلتئم على الإطلاق، مما يجعلها عرضة للعدوى. هذا النوع من السمك يعد حساسا جدا ولا يوصى به للمبتدئين في التربية.